يشكل تأخر مرتبات الجيش الوطني عائقا أمام المهام المناطة بهم، فمراحل الصرف المتقطعة التي تتأخر من شهر إلى 3 أشهر وربما أكثر تشكل عائقا آخر لحياتهم المعيشية وأسرهم. تم إنزال أو ضم رواتب 6150 ضابط وفرد على محور تعز، 4248 بالنسبة لقوة محور تعز، و2400 على القوات الجوية محور تعز. ونحن الآن نباشر عملية الصرف دون أي إشكاليات، دون أي صعوبات، والآن نحن نعمل على معالجة الإشكاليات الساقطين وكذلك المنضمين، نتابع لهم في الدائرة المالية، وإن شاء الله تكلل جميع الجهود بالنجاح وبالتوفيق إن شاء الله. هنا يتسلم ما يزيد عن 6000 من الجيش رواتبهم كمرحلة أولى لمعالجة إشكاليات الملحقين، فيما يتبقى أكثر من 3000 من الأفراد الذين سقطت أسماؤهم من كشوفات الراتب، غابت أسماؤهم هذه المرة أيضا. نطالب الجهات الرسمية بصرف مرتباتنا باستمرار، كوننا لنا سنتين ومعاشنا موقفة، لذا كلما تأخرت الرواتب كلما زادت تواقم المواطن والجهات العسكرية والمدنية، لذا نطلب من الجيل بصرف مرتبة المدنيين والعسكريين بصورة استمرارية. تؤكد قيادة محور تعز أنها ما زالت تنتظر فقط التعزيز المالي ليتم حل الإشكال للأسماء التي سقطت، فيما ستجري عملية صرف مرتبات شهري مارس وإبريل لبقية أفراد الجيش في كل الألوية العسكرية والقطاعات التابعة لها. المرتبات قصة معاناة المدينة التي لا تنتهي، ليس للعسكريين فقط ولكن حتى للمدنيين، وفي حين يمضي هؤلاء لاستلام مرتباتهم يحرم آخرون بالآلاف من الراتب لينتظر الجميع دورهم مع تعقد الحياة في ظل الحرب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.